العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى عظم الله أمره ورفع قدره وأكرم فيه أمتنا بكرامات توجب شكره له المنة والشكر على جليل نعمه وجزيل عطاياه إنما عاشه خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام من معاني الفداء والتضحية لهو سنة ماضية في الأمة المحمدية تتجسد في كل حقبة من تاريخها وكل مرحلة من مراحل وجودها وانظروا رحمكم الله إلى ما يجري اليوم في أرض الأنبياء في أرض الإسراء والمعراج في أرض فلسطين ونحن في الجزائر المجاهدة دولة وشعبا نحس بما يحسون وندرك ما يدركون من عدالة القضية واليقين بالنصر المؤزر والفتح المبين والجزائر بفضل الله كما لمت شمل الفصائل الفلسطينية بالأمس هي اليوم تسعى دون هوادة وتواصل المرافعة والدفاع عن قضيتهم العادلة في المحافل الدولية بعناية وتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية اللهم انصر إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين اللهم يا ربنا وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين